قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة بخشوع هي التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها الإخوة المؤمنون، لعل أحدنا يجد نفسه يدخل الصلاة ويخرج منها ولا يدري شيئا، ولقد كان المنافقون يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون الآيات عندما يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فعندما يخرجون من الصلاة يقول بعضهم لعبد الله بن مسعود الذين أوتوا العلم، يقولون الذين أوتوا العلم: ماذا قال آنفا؟ ماذا كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما كنت تسمع أنت وأنت خلف محمد في الصلاة؟ منافق قلبه مع غير الله. ولذلك الصلاة الصحيحة المقبولة هي التي يكون فيها ذكر لله. ذكر لله أي تفقه وتذكر ما تسمع وما تقرأ وما تسبح في صلاتك. خلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والقسط، ولم يخلقهما عبثا يعني بدون فائدة، لا حاشا لله، لم يخلقهما باطلا حاشا لله، إنما ذلك حجة ودلالة لمن صدق بالحق وعاين هذا الكون وأدرك أن الإله العظيم الذي خلق هذا الكون هو وحده المتصرف فيه وهو وحده الذي يستحق الطاعة فيتحرر عن العبودية لغيره. إن في ذلك لآية للمؤمنين، دلالة على قدرة الله ووحدانيته أي وحده المعبود. أتل ما أوحي، كيف تعبد الله؟ أولا بالتلاوة بالقرآن، ثم هذا القرآن يأمرك بالصلاة. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، اقرأ القرآن واعمل به، وتتل القرآن بدون ما تذكر معاني القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزل إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اتل ما أوحي إليك من الكتاب أي القرآن واعمل به. وأقم الصلاة، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. أيها الناس، أيها الأخوة المؤمنون الذين تدعون الإسلام، ما في عندنا إسلام سياسي وإسلام غير سياسي، الإسلام أن استسلم لله، سميه سياسي ولا تسميه سياسي إيش تريد تسميه. من كان يترك الصلاة ولا يطيع الله تبارك وتعالى فهذا ليس من المسلمين، إذا كان يحتقر الصلاة ولا يعمل بها. أما من كان يتكاسل فالإمام الشافعي والإمام أحمد يعتبره كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الصلاة فقد كفر جهارا. والأحناف يعتبرونه إن كان تركها تكاسلا لا يكفر، إن كان معتقد بضرورة الصلاة ولكنه مذنب ذنبا كبيرا، من أدى وقتين في وقت واحد فقد أتى بابا من الكبائر، يعني لما يترك صلاة واحدة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فكيف اللي يترك الصلوات كلها؟ وأقم الصلاة على وجهها الشرعي الصحيح بأركانها وشروطها، ومن أهم أركان الصلاة الخشوع في الصلاة. معنى الخشوع أي أن تشعر بعزة الله وتفهم ما تفعله في صلاتك وما تقرأه في صلاتك أو ما تسمعه من الإمام في الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم، شوف أول صفة من صفات المؤمنين،
الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذكر الله هو الخشوع في الصلاة، وذكر الدنيا والغفلة عن ما يتلو من القرآن وما يقرأه وما يسبحه في لسانه في الصلاة هو ذهب بالخشوع ولم يبقى من الخشوع شيء. ولذلك روي إن العبد لا يصلي الصلاة ما له منها إلا شطرها نص الصلاة، ربعها، خمسها، بس هذا له أجر، الباقي ما فيه لأنه شرد خرج من الصلاة. فإذا كان خارج من الصلاة من أول ما دخل للآخر، أو دخل يصلي مشان يشوفوه مصلي رياء أمام الناس، هذا ما له من صلاة شيء أبدا والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وهنا ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الحقيقية التي عندما يقول العبد في الفاتحة أو يسمع من الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، يستحضر أنه لا نعبد غيرك يا الله، ولا نطيع غيرك، ولا نتوكل إلا عليك يا الله. فإذا كان كذلك يخرج من الصلاة يطيع الله لأنه عزم على عبادة الله تبارك وتعالى، فيخرج من الصلاة فيطيع الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال عليه الصلاة والسلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قال أبو العالية وهو من التابعين إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة. الصفة الأولى أو الخلة الأولى الإخلاص لله، يعني يصلي من أجل الله لا من أجل أن يقول عنه مصلي. والثانية الخشية من الله، الخوف من الله أن لا يقبل صلاته. والثالثة ذكر الله، يعني أن يتذكر في أقواله وأفعاله أنه يناجي الله ويقرأ كلام الله ويسبح الله من قلبه وقالبه. إذن فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية من الله تنهاه عن المنكر، وذكر الله والقرآن يأمره وينهى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصلاة قال القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر يعني تذكرك أنك واقف بين يدي الله، ما تذكر العبد ولا المخلوق حتى تكون الصلاة كلها لك. والله يعلم ما تصنعون، أكبر من كل شيء في الوجود ذكر الله. فإذا أن كنت في الصلاة ولا ذكر لله في قلبك ولا تفقه ما تقرأ وقلبك مع غير الله، تقول الله أكبر ثم تكبر العبيد، ثم يكون قلبك مع زوجتك، دقائق بس خلي مع ربك، حسن قلبك، صلب الله، ارفع من عن قلبك هذه الأغشية التي تربطه بالمخلوق هذه الدقائق، فيصحو قلبك وتخرج من الصلاة شخصية جديدة. أما إذا لم يتصل قلبك بالله يعني لم تذكر الله ما استفدت شيء من الصلاة. مثل عندما تصل التيار الكهربائي الشريط يصير حوله كربون، فما عاد يصل الكهرباء تنطفي. فحصل هذا في بيت ولد من أولادي، ليش انطفت الكهرباء يا أخي؟ اتصلنا بشركة الكهرباء جاءوا موصول الكهرباء، طلع إلى الخشبة فإذا بالسلك صار عليه كربون ما أدري إيش أملاح، ما عاد ينقل الكهرباء، قشطوا وربطوا من جديد وجاءت الكهرباء. فإذا كان في غشاء على قلبك لا تذكر الله ذكر حقيقي، ما يتصل قلبك بالله، لا تفهم ما تقول إياك نعبد وأنت تعبد غير الله، إياك نستعين وأنت تستعين بغير الله، عند ذلك يا أخي صلاتك قد لا تقبل، وقد يقبل جزء منها على حسب الشرارة الكهربائية المتصلة به ربك سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أي يسجل عليكم أعمالكم وسيجزيكم بها. فأخلصوا لله في أعمالكم وافتحوا قلوبكم وتدبروا ما تقرؤونه في صلاتكم وما تستمعون إليه أو ما تذكرونه، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. Thank you.